هو سي شدوا وحمى شنو عمل المفروض والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أنا كنت جيت أمي إنه من رسيت كات حضرك على الأرض ما طبعا الأرض. اسمه محمد. مكرم. أول اسمه مكرم ده. أول مرة أنا أعرفه مكرم ده. مكرم. اسمك كلام محمد. مكرم. مكرون يا عم مكرون ولا كيكة اسمه كيكة مكرون ولا مش مكرون يا عم احنا عرفنا هو اسمه مكرون كده 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 اهو البلو فيه بص عليه القماش سهل خالص القماش سيبه كلبك هو اللي صاحبك سكلا ايدك سكلا كلبك فك التعليم يجري معاك من الزهر كلبك انت ممكن تمشي بيه بالشارع زي ما شايفين هنمشي بيه دلوقتي بالشارع اعتبر ده شارع دي مزرعة بس اعتبر ده شارع هنمشي بيه اول حاجة كده اول حاجة كلبك لسه بيعرف تمشي بيه انت كده كده بالشارع كلبك هيشوف الدنيا هيشوف العالم هيشوف الحصانة هيشوف الخيل وكده مرة على مرة بقى تعمل معاه المقلب يلا يلا دخل القفص ده المقلب برافو انت عايز تطلع يا عم تعال باي باي تعمل كاك لايك عايزين نعمل له حاجه الكلب ده تمشي بكلبك كده في الشارع شوف العالم وشوف الناس كمان اول حاجه كلبك تمشي بيه كده وشوف العالم تقلقش على كلبك عشان كلبك هو اللي صاحبه هلا بقى القفص اه القفص
مش تاكل لقى في القص لازم نصوره واحنا بندخله القفص ونقفل عليه. خلاص تعال هندخلك القفص. للجو انا عارف انت عايز تطلع عشان تلعب ورا الباب بيتقفلش مثلا كده. باي باي. مش هنقوله باي وتعملش كراك واللايك. هنقوله لا تنسوا تعملوا الكومنتات وباي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لما لقيت انا بعد كده هنقول كومنتات مش هنقول لايك ابدا. لايك دي الناس بس هيخش كل يوم عند الكابتن ابو نور الجديد والجديد. وعايزين نخش على قناه على اكتبوا ياسين هتلاقوا القناه. ياسين في عالم الكلاب. ياسين في عالم الكلاب. ياسين في عالم الكلاب. عايزنا نوصل لكم دي. ياسين في عالم الكلاب يعني ياسين في مزرعه الكلاب. يا ممكن تكتبوا ياسين. ياسين كده ياسين كلب اي خلاطه اللي يجي الكلاب. خيل خيل بط وز. قبل كده عملت فيديو مع الوزتي اسمها ايه؟ فاكرين فاكرين الفيلم ده يا جماعه؟ يا وزه يا وزه. لما راح هناك لقى الوزه هناك. باي باي. مش كاكل لايك في الجرس. قال لها هنجعلك مع امه كده. الراجل راح لقى الوز والبط دبع وز طول اللي مش عارف ينام. باي باي. نقول لكم باي باي. مش قفص خد هنتكلموا شويه عليه. طبعا ده قفص اهو. قفص زي ده تحط فيه جروك وتحط ممكن تطلقوا على صوت على السقف. اما حاجه تطلقوا تنزلوا مش بالشمس بالدل. طبعا جروك والله ما عكسك عشان خليك ماشي. انت مش جبتش راسك عشان ابوك شاد زيك. تطلع لمين؟ انت مكشر كده ليه؟ كشر في وشك. ما شاء الله عليه. ابو ده من ولد قلنا هو مكشر. بس دلوقتي بيلعب اهو كبر. بسم الله ما شاء الله. ده موقفين من المزرعه هنا كبر. انا خد انت عمرك ما تمشي من هنا. خد. عسل. تعالى بقى نخش قفصنا ونتكلم عليك شويه في القفص. يلا قفص قفصنا جوه. هنقعدوا. تعالى. انا بنت عايز تطلع بره تلعب. ميتوا اكلوا عنده. نقول لكم بقى اوعوا تنسوا تعملوا الكومنتات وكلهم حلقات جديده مع عندي مزرعه الكابتن منور. باي باي.